تشهد مدينة قليميم طفرة نوعية في البنيات التحتية من طرقات وإنارة عمومية بمواصفات عالية، فضلا عن فضاءات خضراء بمختلف أحياء بوابة الصحراء المغربية. ويعد كورنيش المدينة الذي تم إعادة هيكلته من جديد من أبرز الأماكن التي تقصدها الساكنة المحلية كل يوم، وكان شاهدا أيضا على فيضانات 2014، إذ كان له الفضل في حماية المنطقة من مخلفات هذه الكارثة التي أودت بحياة عدد من المواطنين. بالنسبة لهذا الفضاء اللي دار عندنا هنا بالحي ديالنا، وخصوصا بأحياء بورم العشير، أحياء المسيرة، المقاومة، ودنون، كان فضاء اللي عطاو الأكل ديالو، لأن هذا الفضاء كنا كفاعلين جمعويين كنا تنطلبوا به من قبل، لأن هذه البلاصة فاش كاينين دروكا كانت واحد الفضاء اللي كان فيها الخلاء، كان فيه واحد المجموعة ديال الحيوانات، الحشرات، الثعابين وهذا الشيء، والحمد لله دروكا تحقق هذا المكتسب. نحن كانت واجدوا في فضاء الكورنيش اللي هو ممتد على مجموعة من الهكتارات، واللي كيف كتلاحظوا على أن تم إعادة هيكلته وإعادة تأهيله، وتم يعني الاشتغال فيه لمدة 3 شهر بعد ما تعرض للتخريب وتعرض للإتلاف، وكتشوفوا على أن يعني الحمد لله بالنسبة للإنارة العمومية دي هي مشتغلة، الأشجار دي هي حية، الكورنيش يعني كعرف واحد الإقبال اللي هو منقطع النظير، وسيما أنه الجو يعني جف وقت الصيف والساكنة كلها دي هي متواجدة هنا تيان، والمجلس الجماعي في إطار برنامج عمله المسطر اللي صادق عليه المجلس في إحدى الدورات كيهتم بالمساحات الخضراء، وحنا اليوم متواجدين في لعل أهمها اللي كانت واجدوا فيه اليوم تيان. وبلا شك على أنكم مريتم الواحة الرياضية اللي حتى هي عرفت واحد النوع من تأهيل جميع المساحات الخضراء فيها، وتم يعني بذل مجهود بمبادرات اللي هي جماعية وفردية، واشتغلوا بعض الغيورين وبعض المبادرين من القطاعات العامة، اللي بالمناسبة كنوجه لهم الشكر، وكنشكروا كل الإخوة اللي ساهموا في إعادة تهيل هذا المسرح وهذا الفضاء اللي هو فضاء مفتوح، واللي كيف تشوفوا على أن الساكنة في أمس الحاجة إلى هذا النوع من المساحات اللي هي خضراء، واللي يعني ارتصد لها في مجلس السابق يعني في الولايه السابقه ارتصد لها واحد المبلغ مالي اللي هو مهم، واللي النتائج ديالو اليوم كنحصدوها احنا والساكنه واللي هي موجوده هنا بكثره. تنتمنوا من الساكنه ديال الحي والساكنه ديال المدينه باش يحتفظوا عليه، لان هذا المكسب الا ما احتفظوا عليه لانه مكسب لهم، وترجو منهم باش يحافظوا عليه في المحافظه عليه بالنظافه والحفاظ على الممتلكات اللي فيه. كذلك عندنا مجموعه من الفضاءات الاخرى، يتعلق الامر بحديقه تواغيل، حديقه تيرت حتى هي مملوءه هذو الايامات اللي كتعرف واحد الاكتظاظ عن اخره، ومجموعه من المساحات اللي لا يتسع المقام لذكرها. نذكر على سبيل المثال الحصر، هذيك المساحه هذيك الحديقه اللي هي بالقرب من الولايه، واللي هما كاملين أماكن اللي هي عامرة وآهلة بالسكان. هي إذن مجهودات حثيثة لمختلف المتدخلين من أجل توفير فضاءات تليق بالساكنة الودنونية وزوار المنطقة. محنت أباركا لموقع لطخوصن سواتسون قليميم.